طيب يا جماعة، بعد كده عندنا حاجة اسمها prepositions of time، يعني حروف الجر prepositions of time، حروف جر الزمن، الزمان. الوقت أو الزمان في اللغة الإنجليزية له حروف جر، تمام؟ حروف الجر دي هما in و on و at. in on at، في احد الزملاء شرحها بطريقه جميله جدا برضو موجوده على اليوتيوب، عملها نظام زي اغنيه كده. قال ايه؟ ان دايما بتيجي مع المانثس، مش طبعا مش الشهور بس، هو احد حاجاتها احد استخداماتها مانثس او الشهور. اون بتيجي دايما مع الايام، دايز، دايز ايام الاسبوع، ساندي ساتردي موندي وات ايفر، الايام شهور ايام. ات احد استخداماتها الاورز او الساعات، الوقت اللي هو التايم يعني، خلاص ساعات. فهو راح عاملها اغنيه جميله قوي، قال ايه؟ ان اون ات شهور ايام ساعات. يبقى ممكن انت تحفظها بالطريقه الجميله دي، الزميل لينا بصراحه عملها بطريقه كويسه وانا ماشي برضو على هداه في الموضوع ده. ان اون ات شهور ايام ساعات عشان ما تنساهاش. اوكي طيب نكمل. ان مش بس شهور، لا، ان دي ان، لو قلنا ان هنقول بتيجي مع فترات اليوم يا جماعة. يعني ايه فترات اليوم؟ the morning الصباح، اقول in the morning. the evening او the afternoon الاول، اقول in the afternoon. in the evening في المساء، يبقى in the morning the afternoon the evening. اوكي وطبعا اي بقى شهر، in March April، شهر ابريل، شهر مارس، اي شهر من الشهور، ادام ان الشهر جالك لوحده، الشهر لوحده كده من غير رقم قبله او رقم، اوكي يعني مش محدد، اقول ان على طول، تمام. يبقى ادي ان استخداماتها. طيب يبقى الشهور والحاجات اللي هي فترات النهار. اوكي طيب نيجي الاون. اون اللي هي بتيجي مع ايام الاسبوع، days of the week، days of the week. اي يوم من ايام الاسبوع على طول تاخد اون يا جماعه، تمام. اخيرا at، at بتيجي مع التايم، الوقت، الساعات، at 3 o'clock at 5 o'clock. مش كده وبس، بتيجي مع كلمة نون، at noon at night. واحد يقول لي ما احنا قلنا the evening، ما هو في the evening وفي night، اقول at noon الصباح، at night في المساء، او at the afternoon بعد الظهر. يبقى ادي الهرجة حقت او الموضوع حق prepositions of time. يا رب يكون واضح وسهل ان شاء الله.